في سياق تطوير قطاع السيارات في الجزائر، أمضى مجمع طحكوت اتفاق شراكة مع المجمع الإيراني سايبا من أجل إنجاز مصنع لتركيب السيارات وصناعة قطع الغيار. أحمد راشدي يحدثنا عن التفاصيل. سايبا الجزائر عنوان جديد يضاف لقطاع تصنيع السيارات، حيث أمضى مجمع طحكوت عقدا لإنشاء مجمع يضم وحدة تركيب وخمس وحدات لصناعة قطع الغيار مع مجمع سايبا الإيراني. البارتناريا كما تكلمت هو مع سايبا، 75% جزائرية و 25% إيرانية. هذا المجمع، هذا المركب يحتوي على وحدة تركيب السيارات، وزيادة على ذلك كان خمس وحدات لصناعة قطع الغيار. لقد اخترنا الجزائر نظرا لريادتها إفريقيا والتطور الكبير الذي يعرفه مجال تصنيع السيارات هنا. المشروع الذي تحتضنه منطقة عين زال بسطيف يختلف عن مشاريع الشراكة السابقة نظرا لعدة مؤشرات. التكلفة تتجاوز 200 مليون أورو. المصنع ينتج خمس سيارات سياحية وسيارة نفعية. الإنتاج يبدأ بسبعة آلاف وحدة سنة 2017، ثم يرتفع في 2018 إلى 15,000 وحدة و 20,000 وحدة سنة 2019. المصنع من شأنه خلق 1380 منصب شغل مباشر. تميزه هو عنوان هذه الشراكة من خلال سعر السيارات التي سيتم تصنيعها، والتي من المنتظر أن تصنع الاستثناء في السوق الوطنية. أرخص سعر السيارات لمتناول السيارات بسعر أرخص ولمتناول الجميع. احنا في نبداو للسوق السنة الأولى للسوق الوطنية، والسنة الثانية والثالثة حسب الاتفاقية المضية للتصدير. المشروع يأتي في سياق توجه وكلاء السيارات الجزائريين للتصنيع وإمضاء اتفاقات مع الشركات الأم وفق توجيهات الحكومة لتطوير قطاع تصنيع السيارات بالجزائر. إلى ذلك أكد محي الدين طحكوت رئيس مجمع سيما موتورز أن اختيار ولاية سطيف لاحتضان مشروع الشراكة مع مجمع سايبا الإيراني يأتي في سياق تنويع الأقطاب الصناعية وتنمية المناطق الشرقية للوطن. المزيد في ميكروفون أردين بقاح. ولاية سطيف بالنسبة لي أنا استثمرت فيها، وفيها أولا على المنطقة تاعها، المنطقة بها وماش بعيدة على الميناء تاع جنجن، ماش بعيدة على نغسل الميناء، المسافة الطويلة تاع الميناء. تقدرش تستثمر في مصر في جل البضاعة، تجيك البضاعة من أي بلاد لازم تحبط في الميناء تاع جنجن. هذه المنطقة تاع عين زال هي منطقة معزولة وفيها منطقة نشطة، هي داخلة في الهضاب العليا. تعدد الاقطاب خير، احسن تكيد، وعلى بالك كيدير في الشرق ما تكري لي بوز دو بروان بليس. وعن المشاريع المستقبليه لمجمع طحكوت اكد مديره العام ان هناك اجنده مكثفه، لكن الاولويه حاليا تمنح لمشروع سايبا للجزائر. المشروع اسبق، وكاين مشاريع في انجاز، في الانجاز كاين مشاريع استثماريه في سيتادير مشاريع استثماريه راهي في الدراسه، وكاين مشاريع في السيره راهي اون كول دو الانجاز.